سلام المسيح لنا جميعا. اليوم موضوعنا رح بيكون بمناسبة عيد الأم هنا في هذه الناحية من الكرة الأرضية، ففي عيد الأم فنتناول موضوع مناسب. خلونا نبدأ بالصلاة. يا رب بارك جميع الأمهات في أنحاء الأرض. هناك أمهات ساكنات في عائلات كاملة، الزوج أو الأب موجود، في أولاد، في أهل. هناك عائلات فيها أرامل، وفي أكيد حزن واشتياق. هناك عائلات ممكن أمهات فقدت أولادهن، فقادر أن تعزي في مثل هذه المناسبة خاصة. هناك نساء لم ينجبوا لسبب أو آخر، وهناك رغبة في أن يكون لهم أولاد بس ما حصل، فأيضا نضعهم أمامك للتشجيع. وكل أم طبعا أو كل امرأة في العالم كمان أمامها مسألة الإيمان ومسألة أن تكون أم روحية لكثيرين، فنطلب أن تبارك الجميع وأن تعمل عملك الصالح في جميع أمهاتنا بالمعنى الجسدي والمعنى الروحي أيضا. وبنعطيك كل المجد، رافقنا في هذه الساعة، أعطينا كلامك، احفظنا من الخطأ، باركنا، علمنا، ارشدنا، شجعنا، بكتنا، أعمل عملك فينا بفعل الكلمة وبفعل روحك القدوس. نعطيك كل المجد في المسيح يسوع، آمين. فنتناول امرأتين بنعرفهم تمام في الكتاب المقدس، وهما هاجر وسارة. أعتقد هذا كمان بيكون منيح لنا لأنه إحنا ماشيين في سلسلة رومية 9 إلى 11 وقربنا من النهاية بنعمة الرب، ولكن هدول الامرأتين أو الأمين أكيد في علاقة يعني وثيقة مع رومية 9 إلى 11، ورسول بولس بالوحي الإلهي كمان بيجيبهم لنا بشكل أكثر رمزي ومثالي في غلاطية 4 مثلا. بس خلينا نبدأ احنا نتابع القصة شوي شوي ونتعرف على هاجر ونتعرف على سارة. فأمور كثيرة بنعرفها بنعمة ربعة بنستذكرها، بس بدنا نشوف أكثر من هيك، بدنا ندخل شوي في العمق أكثر من هيك، ما بدنا نضلنا على السطح ونسمع ما يقال ونقبل ما يقال بدون أن ندرس الكلمة ونرى الأمور في سياقها الحقيقي، في سياق الوحي الكتابي. فإحنا بنعرف أنه سارة هي زوجة إبراهيم، بالحقيقة هي من نفس الأب اللي هو تارح، فهم مش أخ وأخت يعني هالقد قريبين، بس بمعنى آخر هي أخته بس بيتزوجها، ورب ما بيعطيهم أولاد. بنفس الوقت الرب بيوعد إنه في نسل إبراهيم رح تتبارك جميع شعوب الأرض، هذا في تكوين 12. بتمر الأيام ما في نسل، يعني ما في نسل بمعنى الرب ما بيعطيهم أولاد لإبراهيم وسارة. واضح أنه هذا عمل الرب،
احنا بنؤمن في سيادة الله في كل الأمور، بس واضح في الكتاب المقدس انه هذا عمل الرب عم بيخليهم ينتظروا لانه في له قصد في ذلك. فبيصير في استعجال، نعرف احنا انه راحوا على مصر ورجعوا من مصر ومعهم هاجر اللي هي بتصير خادمة او جارية لسارة، تهتم فيها تساعدها إلى آخره، يعني مكانتها أكيد أقل من سارة، وكان أكيد ينظر إليها بأنها يعني هي ما عندها قيمة عالية. طبعا في نظر الله، إحنا ما بنحكي هون في نظر الله، بنحكي في نظر البشر، في نظر الله ما في فرق، ما في محاباه، ما في عنصرية، ما في تفرقة إنه هذا مولود هيك هذا مولود هيك. أصلا إحنا ما بنختار شيء، ما بتختار شيء أنت ولا أنا، ما بنختار وين رح نولد، في أي ثقافة، في أي لغة، في أي عرق، في أي طبقة اجتماعية، ما بنختار أهلنا، لا أبونا ولا أمنا، ما بنختار أنفسنا ولا جنسنا ولا أي شيء، ما بنختار شيء بالحقيقة. الله هو في سيادته بيضعنا في الأماكن اللي إحنا فيها، وإله قصد صالح في كل الأمور أكيد، لأنه بدي يحقق مقاصده الصالحة فينا ومن خلالنا. وأول شيء طبعا بدي يعمله أنه بدي يفتح قلوبنا، بدي يجيبنا للإيمان حتى يلا يستخدمنا بوقع الكلمة وبفعل الروح القدس فينا، ويحقق كل مشيئة صالحة فينا ومن خلالنا. إلهنا صالح، بس فصار في هاجر في هذا المنزل، في هذا البيت الواسع، منزل أبرام اللي اسمه أبرام بيصير إبراهيم، احنا ممكن نسميه إبراهيم على طول. ف وكمان ساراي اللي بيصير اسمها سارة، فممكن كمان نسميها سارة على طول. المهم إنه سارة هي اللي بتقارب هذا الموضوع. ففي إصحاح 16 من سفر التكوين يقول: أما ساراي امرأة أبرام فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت ساراي لأبرام: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة. فإذن واضح لسارة ولأبرام أيضا أكيد إنه الرب هو اللي أمسك عنهم لغاية الآن أن يعطيهم أولاد. بس وطبعا هون صحيح هذا الموضوع قبل إعطاء الشريعة، يعني على يد موسى بعدين لما نصل إلى سفر الخروج، بس الله كان حدد من البداية إنه الزواج مقدس، رجل واحد امرأة واحدة هو بيجمعهم. بعدين بيجي المسيح بيقول: وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. بس احنا عايشين في عالم ساقط مش هيك، والخطية موجودة وعدم تقديس الزواج موجود وأمور كثيرة موجودة، والرب هو هذا شغله، هو شو هذا شغله، أن يفتدي كل إنسان، كل علاقة، كل مشكلة، كل ظرف، كل عائلة، حتى وإن تفككت الله بده يفتدي، ما بده يترك، فبده يعمل عمله، بده يبارك. إذا في تفكك أسري، حتى وإن بقى هذا التفكك، الله بده برضو يبارك هدول الناس ويعطيهم حياة جديدة إذا آمنوا فيه طبعا بالمسيح، ويفتدي ساعتها. طبعا بتضلها الآلام وبتضلها المخلفات، بس الله يفتدي، بيصير في فرصة جديدة للإنسان أن يلتزم ويعيش حياة الإيمان والأمانة، حتى إذا حصل طلاق أو ما إلى ذلك الله هو يفتدي. المهم إنه الإنسان يكرس نفسه من جديد، إذا ما كان مؤمن إنه يجي للإيمان ويجي للتكريس ويجي للقداسة ويعرف يقدس العلاقات والزواج وإلى آخره. فبس الله كان حدد أنه هيك هذا هو
هي هي هو اللي أسس مؤسسة الزواج المقدس، وهذا الشيء واضح، لأنه بالنهاية رح نفهم إنه هو صورة لعلاقة الله مع شعبه. مشان هيك كمان أكثر لازم نقدس مسألة الزواج ونخلي زواجنا يعكس هذه العلاقة. بس مثل ما حكينا عايشين في عالم ساقط، احنا مش جايين الدين، ودائما في فرصة للرجوع، والله يفتدي، بيستخدم الإنسان في مقاصده الصالحة بالرغم من كل شيء. مش هذا موضوعنا اليوم، بس لازم ننوه إلى هذه الأمور. هلأ كمان بدنا نحكي من البداية إنه الأمومة هي دعوة عالية، بس مثل ما رح بنشوف أيضا هي دعوة للألم، لأنه ما في أمومة بدون تضحية، بدون بذل، بدون ألم، بدون تعب، ما في. صحيح في أمور عظيمة في الأمومة، وممكن يعني الأم إن كانت من ناحية جسدية مثل ما لما ذكرت في الصلاة، أو من ناحية روحية، لأنه إحنا بنعتبر الأمومة يعني فيها شيء عظيم. خليني أحكي من البداية إنه المرأة، لاحظ من البداية حواء اسمها حواء لأنها هي أم كل حي، فالمرأة تعطي الحياة. هذا الفرق، فرق من الفروق الأساسية بين الرجل والمرأة، إنه المرأة بتقدر تعطي حياة، الرجل ما بيقدر. الرجل يشترك في الموضوع طبعا بزرعه، ولكن المرأة هي التي تحمل الولد، هي التي تنجبه بالنهاية وتأتي به إلى العالم، يولد منها. فهم في صورة عظيمة أيضا ناحية المرأة والأمومة، والأمومة الروحية، إنه مثل ما الله هو الخالق ويمنح الحياة بشكل أصغر طبعا، بس في صورة واضحة، إنه المرأة هي بتعكس هذا الشيء عن الله في إعطائها للحياة البشرية. طبعا الحياة الجسدية، أما الله هو الذي يعطي الحياة الروحية. فبصير معنى ثاني أيضا للأم الروحية اللي بتقود إنسان إلى الرب، وأيضا عم تعكس صورة المسيح اللي بيموت على الصليب واللي بيفتح لنا باب الإيمان والولادة الثانية. فالأمومة هي دعوة عالية إن كانت جسدية أم روحية. فلعنا عنا أبرام وساراي ما عندهم ولد. فشوف ساراي شو بتحكي لي أبرام في عدد 2 من تكوين 16. هو الرب قد أمسكني عن الولادة، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. أوكي، فهي خطة سارة بفكرها أنه أوكي ممكن إحنا نستخدم الجارية اللي عندنا وبواسطتها يكون عندنا أولاد، وهدول الأولاد يحسبوا لنا، لأنه هذه كانت العادة. ما عم نحكي هذا صحيح ولا غلط، احنا عم نحكي تاريخيا كيف كانت الأمور في هذاك المجتمع. فكان هذاك المجتمع مش بحسب تحديد الله، مش عم نحكي الله شو قال، عم نحكي المجتمع شو حكى. احنا ما بنمشي بحسب المجتمع طبعا، ولا هم كان مفروض يمشوا حسب المجتمع، كان مفروض ينتظروا توقيت الله. الله اللي وعد رح يعطي، بس عم بيفسروا غلط، عم بيقولوا ممكن انه الله بده يستخدم هذه الطريقة حتى يعطينا أولاد، وما دام وعد انه بالنهاية بده يبارك جميع شعوب الأرض، فإذا خلص يعني أنا سارة كبرت في العمر وشكله انه الله أمسك عني هذا الشيء وما رح أقدر. وعلى فكرة هذا بيحكي لنا إياه في عبراني 11 انه كأنه كان يعني رحمها ممات. ففكروا إنه هم يعني كيف ممكن هم ياخذوا الأمور في إيديهم ويعملوا هذا الشيء ويحققوا وعد الله. هذا الشيء دائما غلط أكيد، بس هذا مش معناته إنه هاجر هي عملت غلط. اللي عمل غلط هو أول شيء ساراي اللي اقترحت هذا الشيء،
وثاني شيء أبرام اللي قبل هذا الشيء، لأنه بيقلنا فسمع أبرام لقول ساراي. فكانت العادة أنه إذا استخدمنا زوجة بديلة أو امرأة بديلة للزوجة الأولى في هذاك الزمن، وهذا الشيء يتعارض مع كلام الله، فالله ما بيغير فكره من البداية، وضع مؤسسة الزواج رجل واحد امرأة واحدة، ما غير فكره، عايشين في عالم ساقط لذلك في هذه الأمور. بس هذا لا يعني أنه الله غير فكره، ما بده يعني نقدس زواجنا، بده يعني نقدس زواجنا، ما تخاف، الله ما بيغير فكره وبيضل ماشي هذا الشيء على طول، ما رح يغير الله فكره لأنه الله ما بيتغير، ومن البداية بيضع هذا هذه المؤسسة، مؤسسة الزواج اللي بتعكس مثل ما حكينا اللي هي صورة عن علاقته هو بشعبه. طيب، فبيسمع أبرام، فسمع أبرام لقول ساراي، فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان، وأعطتها لأبرام رجلها زوجة لهم، فهي صارت زوجة ثانية ورح تستخدم كبديلة من أجل إنجاب الأطفال. هلا هاجر هي جارية، ما عندها قول في الموضوع، فهلا صارت هاجر هي ضحية لهذه الخطة اللي صارت في فكر سارة وإبراهيم، مش هيك؟ ما نفكر مظبوط، احنا الكتاب المقدس ما عم بيصدق على الامور، الكتاب المقدس عم بيحكي لنا شو صار، فمعناته هذا الشيء اللي صار، بما انه احنا بنعرف الاساس وبنعرف الكتاب كله، هلا صار عندنا الوحي الكامل، فعارفين احنا انه هون عم بيصير شيء غلط في حق، اول شيء في حق الزواج نفسه وقداسته، وفي حق الله اللي وضع قداسة الزواج، وفي حق الله اللي وعد، بس هون ما في ايمان إنه الله رح بيحقق وعده في وقته وفي طريقته، وفي حق أيضا هاجر. هنحط الأمور كلها على نقاطها، إحنا ما رح نساير ولا رح يعني نحابي ولا رح نميز كما يفعل البعض للأسف. طيب، فهلأ صار في زوجة أخرى، فدخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. فهلأ حصل شيء طبيعي بس برضو غلط، مش مفروض أنه هاجر، إذا بدنا نحكي الكلام الصحيح، مش مفروض أنه هاجر الآن تستكبر على سارة، ولكن هذا اللي حصل. ناحية سارة أخطأت، إبراهيم أخطأ، هلأ هاجر تخطئ، لأنه أحبائي إحنا عايشين في عالم ساقط، ما في إنسان لا يخطئ. فقالت ساراي لإبرام ظلمي عليك، هلأ بدها تلوم أبرام، ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. خلي رب يدبرها، هذا الشيء اللي صار بيني وبينك حق عليك. هلأ فقال أبرام لساراي هو ده جاريتك في يدك، كمان عم يعمل غلط، افعلي بها ما يحسن في عينيك. ما بيجي بيحكي لها لا خليكي لطيفة معها، ممكن نعلمها، ممكن نتكلم معها، ولكن مش مفروض يحكي لها اعملي بها زي ما بدك، مش هيك؟ فأذلتها ساراي، أذلتها، هي اوريدي مذللة. هذه هاجر إذا بدنا نفكر بخلفيتها وتاريخها، ما بنعرف، بس احنا ممكن نستنتج منطقيا انه هي اصلا جارية كانت او عبدة او خادمة في بيت مصري، او ممكن كانت في بيتها وفي اهلها ما بدهم اياها، باعوها، ما بنعرف شو الخلفية، بس اوريدي هي مظلومة، وهلا كمان في ظلم اكثر من قبل ساراي. فأذلتها ساراي فهربت من وجهها، هلأ هي حامل وهربت، ما بنعرف قديش عمرها، ممكن تكون مراهقة، ممكن تكون أكبر، ما بنعرف، ما بدناش يعني نرتجل، بس صغيرة أكيد نسبيا شابة، راحت هربت. قد ما أذلتها، قد ما ضايقتها في المعاملة،
راحت من البيت. شوف الرب، تعامل الرب. هذه أم رح بتصير أم وحاملة ولد. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شور، وقال: يا هاجر جارية سارائي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ طبعا الرب عارف، والملاك اللي بيرسله الرب، واحتمال هو الرب نفسه، لأنه هلأ بنشوف شو بيصير هون اللي عم بيظهر. فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي سارائي. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. فالله الله ما عم بيغير الترتيب الموجود، بس طبعا الله ما بده، مش معناته الله عم بيشجع على المذلة، ولكن الله عنده خطة. هلأ رح بنشوف الله بده أنه تبقى هاجر في بيت إبراهيم، لأنه هذا بيت بركة، ويولد الولد في بيت إبراهيم، لأنه بده أنه هذا الولد يؤمن في بيت إيمان. هاي الفكرة. وقال لها ملاك الرب، هلأ مش بس أنه ارجعي، هلأ بده يحكي لها شو التعويض، شو البركة العظيمة من الرب على هاجر. ها أنت حبلى، فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك. هاي أول مرة الرب في الكتاب المقدس، أول مرة بيعطي اسم للولد قبل ولادته. بعدين رح نشوف إسحاق وبعدين أمور أخرى، بس هنا أول مرة الرب بيعطي اسم للولد قبل ولادته، هو مع هاجر ومع إسماعيل. وإسماعيل اسم إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك، يعني الرب يسمع، الرب شايف مذلتك. الرب ما حكى الرب أنه ما في مذلة ارجعي ولا يهمك، لا في مذلة، بس مع بالرغم من المذلة ارجعي. وأنا سمعت صراخك وبكائك وصلاتك يا هاجر، وهذا اسم ابنك رح بيكون، لأني أنا إله بيسمع الدعاء، بيسمع الصلاة، بيستجيب الصلاة وبيعمل. أنا إله بيشوف وبيسمع وبيحس وبيرعى الإنسان وبيهتم بالإنسان، وأنه يكون إنسانا وحشيا. هلأ في ناس فسرت غلط هون، وحشي يعني مش مثل الحيوانات الوحشية، بس يعني بري، يعني بيعيش بالبرية ولا يروض. هاي الفكرة هون، يعني أنت الآن أنت الآن مستعبدة ملك ناس تانيين وعم بيعملوا فيك زي ما بدهم، بس هو رح بيكون حر، ما رح يستعبد لأحد. لاحظ شو عم يعمل الله، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، لأنه هذه الحياة القبلية هيك، وأمام جميع إخوته يسكن، لأنه بالنهاية رح بيكون قريب لي اللي رح يجوا بعدين، إسحاق وأبناء قطورة وإلى آخره. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها. فإذا صحيح عم بيحكي ملاك الرب، وإحنا بنفهم هذا الشيء في العهد القديم، مرات بيقول ملاك الرب ولكن يقصد الرب. نفس الشيء رح يعمل مع إبراهيم، فأكثر من مكان في العهد القديم. لما يجي المسيح بنفهم أنه هذه كانت ظهورات سابقة لتجسده. فدعت لاحظ شو عم بيصير هون، مش بس أنه أول مرة في الكتاب المقدس الله بيعطي اسم لولد قبل ولادته، بس أول مرة في الكتاب المقدس، وأعتقد هي المرة الوحيدة، إنسان بيعطي اسم لله. عادة الله هو بيعلن عن اسمه وأسماؤه، شوي شوي بيصير يعطينا كل أسماؤه، مش هيك؟ الاسم الأساسي طبعا هو يهوى، يعني الكائن السرمدي، الكائن في ذاته إلى آخره. فبس هي عم تعطي اسم للرب، هي المرة الوحيدة في كل الكتاب المقدس اللي شخص بيعطي اسم للرب وهي أم. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها: أنت إيلو رؤي، إيلو رؤي، لا سوري، إيلو رؤي، مظبوط، إيلو رؤي، لأنه عم بقرأها مثل ما هي معربة. لأنها قالت: أها هنا أيضا رأيت بعد رؤية. يعني شفت الشيء اللي ما إنسان شافه،
أنا تقابلت مع الرب، وهذا الرب هذا اسمه الإله الذي يرى. باسم الولد رح بيكون الإله الذي يسمع، بالاسم اللي بتعطيه هاجر إله بيكون الإله الذي يرى، اللي بيشوف، اللي بيشعر، اللي بيهتم، اللي بيواسي، اللي بيجي إلى معونة الإنسان المضطهد، الإنسان الهربان، الإنسان في البرية، الإنسان العطشان، الإنسان المظلوم. وهي أم عم نشوف آلامها أوريدي، عم نشوف غيرة ساراي، عم نشوف هي مش عارفة كيف بدها تعيش في هذا البيت، شو دورها، عم بنشوف طردها من البيت، واللي هو حقيقة ممكن طرد بواسطة المذلة، يعني إنه أنت ما إلك قيمة هون، روحي. بعدين بنشوف هروبها، بنشوف لقائها مع الرب. دعوة إلى الأمومة هي دعوة إلى الآلام أيضا. لذلك دعيت البئر بئر لحي رؤي، الحي الذي يرى. ها هي بين قادش وبارت، فولدت هاجر لأبرام ابنا، معناتها رجعت وسمعت كلام الرب. ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. شوف هو ما كان موجود، فإذا هاجر اللي حكت له. كان أبرام ابن 86 سنة، يعني إذا هو عمره 86 معناتها سارة أصغر منه بعشر سنين، 76 لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. فهلأ شفنا شوي، أخذنا فكرة، ممكن نأخذ وقت أطول بس بيكفيها الآن، لأنه بدنا نتقدم شوي في القصة، وبنعمة رب نكمل يعني خلال فترة يعني معقولة بنعمة الرب. رح أحكي شيء بالنسبة للأم ومسألة الدعوة إلى الآلام. فبنشوف هذا الشيء في كل الكتاب المقدس، بس لما نيجي لمريم العذراء أعتقد في عندنا صورة واضحة هناك، يمكن أكثر حتى، بتشبه هاجر كمان، بتشبه سارة، بتشبه كل نساء الكتاب المقدس أو كل الأمهات، لأن الدعوة هي للألم، للآلام. فبنشوف أنه أكيد في الولادة في آلام، لأنه هذه يعني نتيجة للسقوط، مش هيك؟ نتيجة لدخول معرفة الشر إلى الجنس البشري. الرجل بيتألم بطريقة والمرأة بتتألم بطريقة. المرأة آلامها الأساسية اللي بتتكلم عنها في تكوين 3:16، وهذا شيء ضروري. وقال للمرأة، الرب يخاطب المرأة بعد السقوط، تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا. وفي مقطع آخر مش اليوم راح بنشوفه في 3:16 من تكوين، بس المهم هو أنه نتيجة للسقوط في آلام الولادة. فيعني الأم، بس لما نحكي كلمة أم لازم تيجي على بالنا هذه الصورة وهذه الآلام. ما في أم راح تتألم حتى ولو كانت بالولادة القيصرية، برضو في عملية جراحية، يعني في تدخل جراحي وفي آلام. وإذا كانت الولادة طبيعية بدون تدخل جراحي في آلام. فواضح إنه الأم والمرأة عم بتعيش هذا الشيء لغاية اليوم كلهم. فلما نيجي لمريم العذراء ففي آلام حتى قبل ذلك، مثل هاجر، يعني بيحكي لها الملاك وهي بعدها مش متزوجة. بعدين لما يظهر الحمل عليها بيشك فيها يوسف، بعدين الرب بيوضح ليوسف، بعدين بيروحوا على بيت لحم، بعدين هناك يعني الولادة بتتم في مكان صعب وأكيد في آلام الولادة. وبعدين لما الولد بعده صغير وبياخدوه على الهيكل، ها نحكي عن المسيح طبعا، هو اللي هو النسل الذي تتبارك فيه جميع شعوب الأرض. بس لما بياخدوه على الهيكل شو بيحكي سمعان؟ بيحكي إنه سيف. شو بيحكي سمعان في لوقا 2؟ فسمعان موجود بالهيكل وبيجوا، وهذا كان ينتظر التعزية يعني الوعد. فحكاله الله بالروح القدس، أوحى له أنه لا يرى الموت قبل أن يرى
مسيح الرب، وبيجوا وبيتعرف على بالوحي الإلهي، أكيد بيعرف إنه هذا هو المسيح. فأول عيني قد أبصرتا خلاصك. بعدين بيقول لمريم، وقال لمريم أمه: ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، ولعلامة تقاوم. يعني في ناس رح يؤمنوا، في ناس ما رح يؤمنوا. اللي بيؤمنوا هم اللي يقوموا بهذا المعنى، واللي هم اللي بيسقطوا. ولعلامة تقاوم، يعني عم بيحكي لها من البداية أنه رح بيكون في مقاومة، وهي رح تألم بسبب ذلك. وأنت أيضا، هلا بيحكي لها مباشرة، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. طبعا هاي إشارة إلى بعدين شو رح بيصير، مش بس إنه لما يبدأ خدمته العلنية لازم يترك، ما رح تقدر هي دايما تضل عينها عليه، ورح يكون توقيته بحسب توقيت الآب، مش بحسب توقيتها هي، مش بحسب هي ما تعتقد، ولكن بحسب ما هو واضع خطة لنفسه لكي يذهب إلى الصليب بالنهاية. ورح هذا هو السيف بالنهاية اللي رح يجوز نفسها، هو إنه تشوف ابنها يموت على الصليب لأجل خلاص البشر، ومن ضمنهم أكيد خلاصها أيضا. فعم بشوف أنه يعني في آلام. الأمومة فيها أمور مباركة وعظيمة جدا، بس فيها آلام. وهون بنكمل القصة هلأ. فبيصير مسألة الختان، عهد الختان، وواضح أنه إسماعيل يعني مشمول في هذه المسألة، فهو ضمن بيت إيمان وهو مؤمن، وأمه هاجر مؤمنة. هلأ لازم نمشي لقدام شوي. طبعا الله رح يعطي وعد بعد فترة، لما أبرام صار عمره هلأ 99 وهي 89، يعني خلص فات الأوان بالمرة، بس الله هو اللي خلاهم ينتظروا. كان قصده أنه ينتظروا لأنه بده يصنع معجزة، ورح يضلوا يعملها أكيد، لأنه بده يكمل وعده، انه بده يحط خط وعد، نفس الوعد، حتى يوصلنا للمسيح. وهذا الخط ما رح يعبر باسماعيل، مع انه اسماعيل الرب رح يباركه، ورح يبارك هاجر كمان. طيب، فهلا بصير هيدا الشيء، وفي تكوين 18 بيجوا ثلاثه عند ابرام، وبتكون ساره عم تسمع من الـ بيجوا عند ابراهيم. هلا صار اسمه ابراهيم، غير اسمه الله إلى إبراهيم، لأنه قبل أمم كثيرة، مثل ما عم نحكي في رومية 9-11، يعني افتهمنا معنى الإيمان، شو مين هم أولاد إبراهيم الحقيقيين، مين هو نسل الوعد الحقيقي، مين هم أولاد الوعد، مين هم المؤمنين الحقيقيين، مين هم شعب الرب الحقيقي. هم جماعة المؤمنين من كل العصور، والآن نحن في عصر النعمة. آمين. طيب، ففي 18 بيعطي الوعد، وبيعطي إنه هيك رح بيكون، وهيك رح بتسموه، ورح يجي ولد ورح بتسموه إسحاق. طيب، بعدين نعبر شوي، نجي إلى تكوين 21، رح ننتهي هناك اليوم، ولو رح نشير شوي إلى غلاطي 4 بس على السريع. فإذن وافتقد الرب سارة كما قال، لاحظ الوعد هون، كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. فإذن هلأ صار مستحيل لإبراهيم أو سارة أنه يكون عندهم ولد، ولكن في توقيت الله وبصورة معجزية الله بيجيب إسحاق، لأنه هي صورة بعدين عن المسيح اللي أيضا أكيد بصورة معجزية يدخل العالم، بس هناك ما في تدخل بشري. هذيك المعجزة هي الأعظم طبعا، الولادة العذراوية. ودعا إبراهيم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق، وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. فهل هذا كله بيت إيمان؟ بس رح بيصير شيء. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه، وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، يعني فرحا، كل من يسمع يضحك لي ويفرح معي. وقالت: من قال لإبراهيم سارة ترضع بني؟
مين اللي فكر هيك؟ حتى ولدت ابنا في شيخوخته، فكبر الولد وفطم، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق. فهلأ في شيء رح يحدث وهو مهم لقصتنا. فهلأ صارت سارة أم أيضا. آلام سارة صحيح تختلف عن آلام هاجر، بس هي آلام أيضا، في آلام الانتظار. مرات الأم تنتظر والله يمكن رب ما يعطيها ولد. هذا ما بيعني إنه الرب مش مبارك، مثل ما بعض الناس بيفكروا إنه البركة هي مش مسألة البنين أو البنات. البركة هي في حياة القداسة، واللي في هي في عمل مشيئة الله. وأصلا المسيح بعدين بيقول في 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 هذا الموضوع إنه خلينا نقرأها في متى 23، إنه مين هم اللي بيصيروا مثل أبناء وبنات وأمهات وآباء في عائلة الرب روحياً، عم نتكلم هم المؤمنين مش هيك؟ 23 37، لا مش هي هذه هون لما المسيح بيقول أراد أن يجمع كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. هي في متى أيضا مرات الأمور. أوكي مش مهم. هي لما بيقول نعرف الحادثة، خلينا نقتبسها من الذاكرة، بس هي موجودة في الإنجيل في متى والإنجيل الإيزائية، إنه لما بيجوا بيقولوا له هاي أمك وأخوت وأخوانك واقفين برا، يعني بدهم يشوفوك بدهم يحكوا معك، بس الناس الجموع حواليه. فشو بيقول هو؟ من هي أمي ومن هو أخي من هي أختي؟ فبيقول كل اللي بيجوا إلي وبيآمنوا فيها وبيعملوا مشيئة الله، هذا معنى كلامه، مشيئة أبي الذي في السماوات، هدول هم أمي وأخي وأختي. يعني الرباط بالمسيح هو مش رباط جسدي، هو رباط روحي. طبعا هذا الكلام أيضا مؤلم لمريم نفسها أكيد، لأنه عم تسمع الكلام وهذا ابنها جسديا، وأكيد بتحبه كثير وأكيد في علاقة خاصة، بس مسيح عم بيقول عم بيجهزها إنه هو جاي من السماء. صحيح استخدمها كآنية مقدسة أكيد حتى يولد هو بواسطتها إلى العالم، بس هو جاي كمان يخلصها مثل ما جاي يخلص كل من يؤمن به. أكيد هي أول من آمن به، وهي في تسبيحتها الشهيرة في لوقا 2 شو بتقول؟ تتذكر شو بتقول؟ بتقول في لوقا 1 46، فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. فعم تفهم خلاص من الله، الرحمة من الله، هذا الشيء بيكون ضمن تسبيحتها. المهم فمعناتها انه في معنى للأم روحيا، الارتباط بالمسيح والمجيء بآخرين للمسيح. فالمهم هلأ صار وقت الفطام لإسحاق. إسماعيل بعده موجود، ممكن يعني إذا بنحسبها حوالي 13 سنة عمره، إذا بنحسبها من وقت الولادة، لأنه بيحكي لنا شو عمره الأبراهيم وشو عمره هلأ، فإذا بنحسبها يعني عمره حوالي 13 سنة، يعني بعده في سن المراهقة. فهذا المراهق، وهلأ في احتفال وليمة في مسألة افتتام إسحاق. هلأ قديش عمره ما بيحكي لنا، بس نعرف حسب العادات ممكن عمره حوالي 3 سنوات وممكن أكبر شوي، ممكن لغاية 5 كان يرضعه، بس احنا ما بنعرف بالضبط، خلينا نحكي بين 3 و4 مثلا، يعني بعده صغير. هلا شو بيقلنا حصل في هذيك الحفلة؟ ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمسح. هلا صحيح انه في غلاطية لما بيقتبس من هون
بس بنفس الوقت عم بيعطينا مثل، عم بيعطينا قصة رمزية، أو عم بيوضح لنا موضوع ثاني تماما رح نشوفه بالنهاية، إنه بيستخدم كلمة اضطهاد، يضطهد، بس مش هالكلمة الحرفية معناها يضحك، هي نفس الكلمة اللي من اسم إسحاق مأخوذ يعني منها، كلمة يضحك، ضحك إسحاق، بس هون ترجمت يمزح، ماشي، يضحك. فاحتمال هلا الاحتمال الأسوأ، بس مش هذا اللي أنا باخده، بس ممكن ناس ما يوافقوا معي، معليش. الاحتمال الأسوأ هو أنه فعلا عم يضطهد، ولا عم يتمسخر، ولا عم يستهزئ، ولا هيك. بس الاحتمال الأفضل، وهذا اللي مفروض احنا نروح له، أنه عم بيضحك معه، أنه عم بيلعب معه. بس اللي ضايقها لسارة هو مش مسألة أنه عم بيمزح، مش مسألة أنه عم يضحك، ولا عم بيعمل شيء سلبي، على الأغلب عم بيعمل شيء إيجابي، عنده أخوه صغير هلأ في البيت ومبسوط فيه يعني، وعم بيلعبوا وفي احتفال والناس فرحانين. بس من منظورها هي هلأ عم بتشوف إسماعيل بصورة أنه هو ممكن، مدام هو الابن الأول، صحيح من 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 هاجر، بس هم اللي تبنوه يعني، صار كأنه إلهم، بس أنه هو اللي ممكن يعني يرث. فخافت، ما بصير هذا يرث، ابني لازم يرث، إسحاق لازم يرث، مش ابن هاجر، صح، اثنيناتهم أبناء لإبراهيم. فقالت لإبراهيم، وصاحب شو بيقول، راح شو بتقول هي، ما بتقول له شوف شو عم يعمل، شوف شو عم يستهزئ، شو عم يضطهد. بس بعدين رح نشوف ليش رسول بولس بالوحي الإلهي بيستخدم كلمة يضطهد بالنهاية، إن شاء الله عندنا وقت. بس يقول، فقالت لإبراهيم، أطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فتركيزها وين؟ على الميراث، مش على مسألة شو عم بيعمل، وإذا كان عم بيأذيه، ولا عم بيضربه، ما عم يضربه، ولا عم بيأذيه، ولا عم يضطهده، ولا عم بيستهزئ فيه. على فكرة أنا أعتقد لازم ناخذ الكلمة على بساطتها، إنه عم يضحك معه، إنه عم بيلعب معه، إنه هذا أخوه الصغير، وهيك عم بيصير. بنشوف هذا الشيء في بيوتنا كلها، ما في مشكلة في الموضوع. المشكلة في إيش؟ إنه سارة عم بتفكر، والله عم يوحي لها أن تفكر هكذا، إنه في نفس البيت مش ممكن يكونوا هدول الاثنين. صحيح الله بده يبارك الاثنين، هذه مش تفرقة هون، بس في خطة الله لخط الوعد لازم إسحاق هو الذي يبقى، ولازم الخط يمشي منه. وإحنا بنعرف هذا الشيء، إبراهيم إسحاق يعقوب اللي بيتغير اسمه إلى إسرائيل، ونضلنا ماشيين إلى أن نصل إلى داود، إلى أن نصل إلى المسيح اللي هو بيطلع النسل الحقيقي اللي تتبارك فيه جميع شعوب الأرض. فالمسألة مش أنه في شعب خاص، يعني خاص لدرجة أنهم أذكى من غيرهم، أحسن من غيرهم إلى آخره، لا. الشيء الخاص الوحيد هو يتعلق بالله وخطته الخاصة لمباركة جميع شعوب الأرض اللي بده يحققها بهذه الواسطة وفي هذا الخط. فهي عم بتفكر هيك، يمكن تفكيرها سلبي ومش صحيح وفي ظلم، بس بنفس الوقت الله بده يستخدمه للخير، لأن ابنها لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه، لأنه بيحبه لإسماعيل، شو ما بيحبه ابنه، وبيحبوا لأصحاب كمان. فقال الله لإبراهيم، لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأن الله بده يمشي خطته، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. فهلأ الله عم بيأكد الشيء، أنه نسل الوعد رح يمشي بواسطة إسحاق، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. بس كمان هذا النسل اللي هو رح بيكون من هاجر ومن إسماعيل، ورح بيكمل، كمان بدي أباركه، كمان بدي أعمل منه نسل، بدي أعمل منه شعب كثير. فما تخاف، أنا ماسك بزمام الأمور، أنتوا أخطأتوا، أنت وزوجتك، وما اهتميتوا لخطتي ولكلامي ولتقديسي للزواج، بس أنا ما عم بلوم هدول الناس على خطأكم، وبنفس الوقت عندي خطة. بنفس الوقت لاحظ يعني كل هذه الأمور، مثل ما رح بيصير مع يوسف بعدين، أنه حتى الإنسان لما يقصد الشر وما يهتم لكلام الله، وما يسمع وما يخضع وما يطيع، مش معناته أنه الله ما عنده قصد، لا، ولا معناته أنه الله بياخذ هذا الشيء
أوكي خلينا نأخذ هذا الشيء نستخدمه للخير، لا الله بيقصد فيه خير قبل ما يحدث أصلا، لأنه عارف كل شيء، في سيادته، في سيادته. فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر، عم يهتم فيها، واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها. صرفها يعني شو؟ زودها وباركها مع إسماعيل وصرفهم، وأكيد وضح لهم أنه الله له خطة لهم، بس لازم ما رح يقدروا يعيشوا بنفس البيت. طبعا بنشوف بعدين لما بيموت إبراهيم، على فكرة موجود إسماعيل وموجود إسحاق، مش معناته هون أنه هدول اثنين خربت العلاقة بيناتهم إلى الأبد مثل ما بيفكر البعض. المهم، ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار. كمان مرة الله رح يتدخل، لأنه بنشوف أنه هي تعاني كأم وفي مكان ظلم وفي مكان احتياج. ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت لا أنظر موت الولد، ما بدي أشوف ابني يموت. قديش الأم تتعذب لما أولادها بيتألم. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. كمان مرة عم ترفع صوتها وعم تبكي وعم بتصلي وعم تدعي، تدعو وعم تطلب. فسمع الله صوت الغلام كمان، مش بس هي، كمان الغلام، اثنيناتهم متضايقين. فهون عندنا كمان إسماعيل صلاته كمان، عم بيسمع الله الصلاة، وهو أصلا إسماعيل هو معناته الله يسمع. ونادى ملاك الله هاجر من السماء، كمان مرة الله عم يتدخل ويتعامل معها، وقال لها ملاك يا هاجر لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة. سبق وحكى هذا الشيء الله، ولا عم بيأكد مرة ثانية. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام، وكان الله مع الغلام. لاحظ بعدين وكان الله مع يوسف، كان الله مع الغلام، هذا مؤمن. فكبر وسكن في البرية مثل ما قال، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. وبعدين منشوف نسله إذا بالتابع في قصة الكتاب المقدس. رح ننتهي الآن بسرعة شوي في غلاطية 4، لأنه في غلاطية 4 بيذكر هدول الأمين المرأتين، بيذكرهم إلنا رسول بولس بالوحي الإلهي، بس في شيء يعني خاص عم بيستخدم هذه القصة كمثال وكرمز، وعم بيقلب الآية بالحقيقة، لأنه رح يجيبنا إلى، رح بده يقارن ما بين سارة وهاجر وما بين إسحاق وإسماعيل. بس خلينا نشوف. فطبعا احنا بنعرف انه غلاطيا بشكل عام عم بيحارب فيها الناموسيين او المهودين او الناس اللي بدهم يدخلوا على جماعة المؤمنين ويخلوهم يخضعوا للناموس مرة ثانية. فقولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ ولا بيعطيهم مثل هاجر وسارة، هذا في الإصحاح الرابع من غلاطيا. هذا ما ننسى أنه هو حكى أوريدي في غلاطيا 3، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني. لاحظ، فهنا لما نيجي نقرأ في إصحاح 4 هذا المثل اللي عم يستخدم فيه هاجر وسارة، ما تفكر بشكل عرقي، وأكيد أبدا ما تفكر بشكل تفرقة أو تمييز، بس لأنه هون عم بيقلنا ليس يهودي ولا أممي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر. كمان هناك عم بيقارن ما بين هاجر وسارة، فمش عم بيتكلمنا عن الشيء المادي، بده يجيبنا إلى حقيقة روحية باستخدام قصتهم. ها؟ وليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع، فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب الوعد ورثة. آمين. طيب بنكمل. فقولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ نحن في غلاطية 4،
وصلنا عدد 22، فأنه مكتوب، فبدي يستخدم قصة من الناموس، لأنه الناموس بالنسبة لهم كان كتاب التوراة، يعني أسفار موسى الخمسة. فأنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. مزبوط، في وضعهم الاجتماعي كانت هاجر جارية، يعني مستعبدة، يعني عبدة خادمة، وأما سارة فكانت حرة، ما كانت في هذه المقام الاجتماعي، كالمقام الاجتماعي يختلف. لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، فإذا شو عم بيحكينا؟ عم بيحكينا أنه هم بتفكيرهم الجسدي هيك عملوا. وأما الذي من الحرة فبالموعد، أجا الله وعد وهيك ولد إسحاق، عم بيقارن. وكل ذلك رمز. هلأ بجيبنا شو بدي يحكي لنا، لأن هاتين هما العهدان. فهاجر بتمثل عهد، وسارة بتمثل عهد، واحدة بتمثل العهد القديم الناموس، واحدة بتمثل العهد الجديد المسيح النعمة. أوكي، هلأ بدي يجيبنا لرمز، عم بيستخدم هدول هذه القصتين كرمز، هذا اللي بهمنا. أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، فعم بياخد هاجر وعم بيخليها تمثل الآن الناموس الشريعة، وعم بيخليها تمثل الآن غير المؤمنين، مش لأنه هي غير مؤمنة، عم بيخليها تمثل الآن اللي في هذا القرن الأول، يعني اليهود في القرن الأول اللي رفضوا المسيح. لاحظ كيف قلبها، يعني إذا هدول عم بيطلبوا يعيشوا تحت الناموس، فهم عم بيشبههم بهاجر من ناحية المادية أو الجسدية أو الاجتماعية، كانت مستعبدة، بس هلأ عم بيحطهم هم من ناحية الروحية مستعبدين لشيء الله ما قصد لهم، أنه يحاولوا أنه يكملوا بالكامل حتى يتبرروا أمام الله. قصد لهم أنه يعرفوا بواسطة الناموس أنه ما بيقدروا يتبرروا بالناموس، فلذلك لازم يتبرروا بالنعمة التي هي شو؟ بالنعمة بالمسيح بالإيمان فقط. آمين. طيب، لأن هاجر جبل سيناء في العربية، فلاحظ خلص جبل سيناء الناموس الشريعة كل هذه الأمور، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. فهلأ حكى لنا أنه هذه هاجر في إذن عم يستخدمها كرمز للعبودية للشريعة ولأورشليم الحالية اللي يعني عم بيكتب فيها في زمنه. وما زالت اليوم أحبائي اليهود بشكل عام رافضين المسيح، ما قبلوا المسيح، مش كلهم، نحكي هذا الشيء دايما، بس القصد أنه كل واحد ما عم بيقبل المسيح ومستعبد لشريعة، معناته هو بعده عبد، ما صار حر في المسيح، وبعدين مش قادر اصلا، ما بيقدر يبرر نفسه. واما اورشليم العليا، هلا اورشليم السماويه التي هي امنا جميعا، فهي حره. هلا جاب ساره وحطها في هذا المكان، فصارت ساره يعني امنا جميعا المؤمنين بالمعنى الروحي طبعا للكلمه، احنا عم نستخدم المعنى الروحي، ما عم نعمل تفرقه ما بين هاجر وسارة، لأنه حكينا القصة وشفنا. لأنه مكتوب، هلأ بيستخدم من أشعياء 54، افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. وهون في الأم الروحية، وكل أم، كل امرأة على الأرض حتى وإن لم تصر أم بالجسد يعني حقيقة وتنجب أطفال، هي ممكن ولازم إذا كانت مؤمنة تكون أم روحية. وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق، يعني المؤمنين نظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد هلأ يضطهد الذي حسب الروح، بينما مثل ما قرأنا هي كانت يضحك، بس هلأ بده يحكي أنه عن حقيقة روحية، أنه غير عدم الإيمان يضطهد الإيمان، غير المؤمنون يضطهدون المؤمنين. هاي الفكرة هون، الذي حسب الروح. وهي على فكرة كلمة يضطهد ترجمة أفضل هي كلمة يلاحق هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. هل شفناها في تكوين 21؟ إذن أيتها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. مش عم بينفي رسول بولس الكتاب المقدس وتعاملات الله مع هاجر، بس عم يستخدم هاجر وسارة كرمز، كمثل للحالة اليوم، الحالة في القرن الأول والحالة اليوم. هذا بالوحي الإلهي عم بيعطينا هذه الأمور، لأنه إحنا
مش مستعبدين للشريعة هاي الفكرة، ولكننا أحرار في المسيح. وشوف شو بيقول، ما بيكمل هذا هون، بيكمل في 5:1: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. نكتفي بذلك اليوم. شكرا إليك يا رب. في عيد الأم تبارك جميع الأمهات اللي عندهم أطفال وأنجبوا أطفال، تبارك آلامهم، تجازيهم، تكافئهم يا رب، وخلي كل أبناء، كل أم يقوموا ويباركوها يا رب، وزوجها كمان، والأم الروحية أيضا يا رب، كل أولادها روحيا كمان يباركوها، والكنيسة تباركها. شكرا إليك يا رب. بس نشكرك لهذا المثل اللي انتهينا فيه، إنه إحنا مش مستعبدين، إحنا أبناء الموعد الحقيقيين، إحنا أولاد الله، إحنا أولاد إبراهيم، إحنا المؤمنين، إحنا جسد الرب، إحنا شعب الرب. شكرا إليك يا رب، لك كل المجد أيها الآب والابن والروح القدس، إلهنا الواحد الطيب، آمين.